السلام عليكم. وائل الياسي عون بالمستشفى الجهوي وائل الحسين بوزيه القفصه. احنا توا بالضبط في الماضي ساعه في نص الليل و35 دقيقه لو 29/8/2013 ديما نحاولوا باش نساهموا في تحسين وضع البلاد والمستشفى الجهوي القفصه وخدماته لي. وكذلك ديما كما تعودت باش نقول نحبوا الصلح ما بين المواطن وعون الصحه من جهه. المرضى في سبيطار قفصة توا قاعدين يعيشوا في لحظات حرجة جدا. الماء مقصوص، مرضى ملوحة في أقسام الجراحة، مرضى ملوحة في الطب العام، في كل الأقسام بالمستشفى الجهوي بقفصة حتى الاستعجالي. وكذلك نعلمكم كون توا وقع ثلاثة عمليات بقسم العمليات بالمستشفى الجهوي بقفصة. الفريم اللي تغسل في إيدها بالمصافية، الفريم اللي تغسل في إيدها بالسيروم. شوف الفلاكون تاع السيروم قداش متكلف على الدولة، يتلزم شخص بها إيدها. الوضع حرج زاد بقسم الانعاش. تصوروا عندهم قسم الانعاش نورمال كي باش يعملوا يشوفوا مريض، الانفيرمي اللي موجود يغسل ايده ويعمل الصوان نتاعو من المريض للمريض ما نجمش، هذاك تنجم تكون تنتشر عدوى كبيره. قسم التوليد كذلك موجود، قسم الجراحه عباد جراحها موجوده وعباد جراحها محلوله ولم يحرك ساكنا لا للمؤسسه ولا للدوله ولا للسلطات الجهويه اصلا. انا نقول لكم في اللي واقع بالضبط، نقول لكم في اللي واقع بالضبط، وضع كارثي. مرضى ما نجمش تدخل حتى للتواليت من صفحة ربي التو، وانتم افهموا الباقي.